عليكم، كنتمنى تكونوا بخير، اموركم زيانه فريمون فريمون، والله تتوحشتكم بزاف بزاف بزاف. اول حاجه كنبغي نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي. الا كنتي اول مره كتشاهد هذا لا فيديو، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش هكا دائما يبقى يوصلكم الجديد. والله ستوحشتكم بزاف 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 بزاف. اكيد ان بزاف الناس كانوا كيقولوا لي في الواتساب في انستغرام، لبنى فين غبرتي علينا، فريمون توحشتكم بزاف بزاف. تقريبا دابا راه شي 2 mois ما حطيت لكم حتى شي فيديو، غبرت تماما على لاشين، ولكن اليوم رجعت لكم ورجعت لكم بالجديد، وانا متاكده هذا الجديد اللي رجعت لكم به غادي ينال الاعجاب ديالكم، خصوصا المتتبعين الاوفياء ديالي اللي كانوا معايا منذ انشاء هذه القناه، ومن بين الاسباب اللي خلاتني نغبى عليكم البنات وكذلك كاع الناس اللي متبعيني في هذه القناه، بنات وولاد، كنعتبركم عائلتي فريمون، كنعتبركم عائلتي الثانيه. من بين الاسباب اللي خلاتني غبرت عليكم هاد دو موا، صراحه انا اليوم دايره هاد لا فيديو وانا فرحانه فرحانه بزاف بزاف، حيت اونفا قدرت انني نلقى الوقت وانني نبارطاجي معكم وانني نرجع لكم بواحد المحتوى اللي متاكده ان بزاف غادي يفرحوا ليا. الحمد لله، كيف ما والفتوني شحال هذا كنت كنبارطاجي معكم كل شيء، ولكن صراحه واحد شويه تشغلت بزاف بزاف، هذا علاش ما بقيتش، ما بقاش عندي اصلا الوقت فين انني كاع نجلس ولا نصور. وكيف ما كيعرفوا الناس قبل لي برودوي كوزميتيك توسكي لي كيراتي لي بروتاين، يعني كنت كنبيع وكنشري فيهم وكنت كنشارك معكم هذا الشيء في القناه. والحمد لله اللي غبرني عليكم هو انني كنت واقفه اولا سهره على واحد البروجي اللي الحمد لله غنفتتحوه انا وياكم وغتفرحوا معايا عما قريب. لهذا اليوم درت لكم هاد لا فيديو باش نقول لكم انني كنت غابره، كنت خديت واحد المحل كريتو، كنت كنصلح فيه، راكم عارفين الانسان ملي كيبغي يدخل واحد كيبغي يدخل على واحد المشروع خصو يعطيه كاع وقته باش انه ينجحو ويكون كيف ما هو باغي. اليوم جيت انني غنبارطاجي معكم ان شاء الله المحل مني كريتو كيفاش كان، وغادي نبارطاجي معكم الاصلاحات اللي درت فيه، وغادي تخليكم معايا باش تعرفوا البروجي اللي كنوجد ليه شنو هو، وانا متاكده انكم غادي تفرحوا ليا بزاف بزاف بزاف. كنبغي نقول لكم والله العلي العظيم الى انا اليوم كندير هاد لا فيديو انا فرحانه، فرحانه لانني رجعت القناه ديالي، فرحانه لانني الحمد لله اونفا نقدر نقولوا بانني صافي ساليت كلشي، ساليت الاصلاح، ساليت كلشي. غير خليكم تبعني في الفيديوهات الجايه وغتعرفوا كلشي. نخليكم دابا تمشيو تشوفوا معايا المحل اللي كريت وكاع الاصلاحات اللي درت فيه، وان شاء الله متاكده انكم غادي تفرحوا معايا، وغادي نخليها لكم سوربريز ان شاء الله في الفيديو ديال الافتتاح، تعرفوا شنو هو البروجي اللي كنت خدامه عليه، كيفاش جاتني الفكره انني نديرو، غادي نشارك معكم كلشي، شحال تقام عليا، كلشي كلشي كلشي. نخليكم دابا مع الفيديو ديال المحل كيفاش كريتو وكيفاش سيرا كنصلح فيه. اول حاجه غنبدا بها هذا هو الباب ديال المحل، هذه هي الواجهه كيف ما كتشوفوا معايا، وهذه هي الزنقه، زنقه درعا اونفاس مع الباب ديال الرباط سنتر. هو الباب كيف ما كتشوفوا باب عادي البنات، هنا كان على ما اظن شي حاجه ديال المحلابه او شي حاجه بحال هكا. كيف ما كتشوفوا راه كيبان مزومي التليفون ديالي، اما هو المحل راه فيه 16 متر على ما عرفت 4 تقريبا. كيف ما كتشوفوا هذا هو المحل، خديتو كريتو في اكدال، وعباره ان شاء الله غيكون على البروجي ديالي اللي غادي فيما بعد ان شاء الله في الفيديو المقبل تعرفوا شنو هو. كيف ما كتشوفوا هذا هو المحل، فيه تواليت ومكرفس، صراحه مكرفس ما مصلوحش. كيف كتشوفوا، شوفوا التواليت حالتها، الحيوطه خصهم يتدريساو، كيبان لك هنا كاين السقف عالي بزاف. مهم هذا هو المحل كيف ما كتشوفوا معايا، جبديت فيها في الاصلاح كيف ما كتشوفوا، هو درت القبس فو بلافون كيف كتشوفوا باش نهبط من السقف،
وبديت انني كنحاول انني نهرس في الباب، حيتاش الباب غادي نبدلو كامل، وكذلك غادي نوسع المساحه ديال الباب كما كتشوفوا. فانا بديت كنريب من الداخل، ريبت الحيط ديال الداخل عندي باش ان شاء الله كيف كتشوفوا نبدا انني نهرس في الباب كذلك حتى من برا. راكم عارفين الترياب والرخصه، يعني هادشي كيدي الوقت كيف ما كتشوفوا. فانا غادي نزيد، غادي ندير الباب عريض حتى للقنت كيف ما كتشوفوا. دابا بعد ما هرسنا الباب كامل، حيدناه زدنا فيه كيف ما كتشوفوا، المعلم راه ساير كيدير في المرطوب انه كيجاب دي فورما ديال الباب. والباب بالنسبه للباب فانا غادي نبدلو، وغادي ندير باب الكتريك بالضو ديال الالومنيوم ماشي ديال الحديده البنات. وغادي ندير ان شاء الله الدروج كيف ما شفتوا، الواجهه ديال الباب غادا وكتبدل. درت هنايا ثلاثه الدريجات بلا موزيك، وكيف ما كتشوفوا ركبنا السكه ديال الباب وحنا غاديين في الاصلاح. شوفوا معايا، نقدروا نقولوا انني بديت كنكمل. هنايا جاوا ركبوا ليا الريدو ديال الالومنيوم الكتريك، درت كذلك باب ديال الزاج، بديت كنركب في الكونسيبسيون هاد الكادر ديال الباب لي سبوت ديالو. صراحه زعما الحمد لله. بالنسبه اللي غادي يسولني فينا بلاصه كيف ما كتشوفوا، هذيك راها الزنقه، زنقه درعا اون فاس مع الرباط سنتر، معروفه في اكدال هذه الزنقه، زنقه درعا معروفه. بالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا تقريبا الاصلاح خدمني الوقت، حقاش فريمون راكم شفتوا المحل كيفاش كان، وكيفاش غادي ندخلكم دابا تشوفوا كيفاش حتى من الداخل. دابا جيت غدا نشارك معكم من بعد ما كملت الاصلاحات، تقريبا نقدروا نقولوا بانني كملت 81% ديال الاصلاحات. كيف ما كتشوفوا الباب كيف كان في الاول، كان غير باب عادي وباب صغير، فانا هرست الحيط ودرت باب كبير باش يبان المحل من برا كبير، ويبان يبان الباب كبير فوالا. وبدلت الريدو، درت ريدو الكتريك ديال الضو. دابا غير مع الشمس داكشي على شويه مهبطه معايا، الله جيت المحل دابا عاد كنتسنى الخدامه يجيو يكملوا داك لي طرافو اللي مازال. فوالا هذا ديال الدجاج، يلا لصقوه البارح كيف ما كتشوفوا، باب ديال الدجاج. وهنا الفوق كيف كتشوفوا كيفاش درت الفو بلافون افيك لي سبوت، مازالين ما كملوهمش، كاينين شي وحدين مازال ما لصقوهمش. فوالا المحل درت له لي سبوت مازال ما كملوهمش كيف كتشوفوا، داير كامل بلا سبوت فو بلافون. هنا كذلك يلا لصقنا البابي بان، مازال ما كملوش الفينيسيون ديالو. هادو هنا غيكونوا ديال الضو كيف ما كتشوفوا. وعلى فكره فالديكوراسيون ديال المحل ديالي، فانا اللي درت الديكوراسيون، انا اللي كنقول لهم شنو ديروا ليا وشنو ما ديروش ليا. دونك انا اللي على الشكل اللي درت في الدماغ ديالي هو اللي بغيت نحطه ان شاء الله. فوالا كيف ما كتشوفوا درنا فو بلافون افيك لي سبوت في الجناب. المهم باقي ما كاينش شويه الفينيسيون، غير انا بغيت نوريكم كيف كان المحل وكيف رجع، وان شاء الله ما غادي نشوفوا التفاصيل الاخيره حتى الافتتاح، وديك الساعه غتشوفوا الصوره النهائيه ديال المحل واشنو غيكون فيه، وغنخليها مفاجاه للمتتبعات ديالي اللي فرحوا ليا من يسمعوني سيره كنوجد في المشروع ديالي. بون انا بغيت نوريكم في هاد لا فيديو كيفاش كان المحل، يعني كيفاش دخلت عليه كيفاش كريتو، ودابا ها انا في الاصلاحات كيفاش سيره كنرد فيه. كيف ما قلت لكم راه كيف كتشوفوا راه مازال انا في الاصلاح، مازال كيف كتشوفوا هاد الشيء مازال ما كملتش. حاولت انني نخدم على لو تيم ديال الكري والبيض. في هاد الكوان هنايا درت هاد البابي بان اللي كيكون خارج كيكون خارج بحال الياجور،
هاد المرايا غتقولوا لي علاش علقتيها دابا؟ هاد المرايا علقتها باش نشد بها واحد العبار ديال واحد لي زيطاجير اللي غيكونوا داكشي، داكشي علاش هاد المرايا لصقتها دابا واخا باقا ما كملناش باش نعبر عليها واحد لي زيطاجير. كيف ما كتشوفوا باقي الروينه، باقي الروينه، مازال باقا ما درناش الباركي. الباركي غنخليه هو اخر حاجه، الباركي غنخليه هو اخر حاجه حتى نسالي كل شيء باش ما يتكرفش ليا الباركي. صراحه حنا دابا ما بقى لينا والو، بقى ليا غير الباب ديال الطواليت غادي يتصباغ. بالنسبه للطواليت هنايا ولافابو، ها هما الطواليت ولافابو، غادي اليوم يركبهم ليا البلومبي. حقاش انا هنايا كانت عندي طواليت روميه ودابا غادي نبدلها بلديه. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الجليج اللي كان قبل، انا ما غاديش نخلي الجليج، انا غندير باركي في الكري، في هذا لوكري اللي كيبان لكم هنايا. فوالا انا فين واصله في الاصلاحات كيف ما كتشوفوا. بغيت غير نشارك معكم واحد شويه في هاد لا فيديو كيفاش كان المحل وكيفاش سيره كنصلح فيه، وان شاء الله ما غادي نبقى نصور لكم حتى حاجه حتى نهار لوفيرتور وتشوفوا الشكل النهائي ديال المحل وشنا هو البروجي اللي الله يسهل عليا اللي سيره غادا ندير فيه.